يا استاذ ابو المعاطي وحشني والله. الفل حبيبي حبيبي انت والله الله يخليك. ايه بقى اللازمه الحلوه اللي كنت بتقولها في مباراه مصر وتونس دي؟ اي لازمه اللي هي كانت خاصه بالاغنيه اللي طالعه جديد الشعبيه، رب الكون ميزنا بميزه. احنا كنا اغانينا الشعبيه. اه لا حلوه، رب الكون ميزنا بميزه. مصر غاليه علينا وعزيزه، صح؟ اه دي كلمات قالها مطرب يعني في الطريق انه يكون مطرب شعبي. ايوه. بعد التصديق على امكانياته يعني، وانا لقيت ان الكلمه نفسها كلمه جميله ككلمه جدا. كمعنى كلمه كمرزه كمرزه كلمه رب يكون ربنا، مفيش اعظم من ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله. نعم بالله. فانا لقيت ان الكلمه حلوه مناسبه وممكن تمشي مع موقف يتناسب مع مباراه وطنيه، المرحله اللي احنا فيها مباراه وطنيه، رب الكون ميزنا بميزه، مصر غاليه علينا وعزيزه. الله يفتح عليك. نفس الوقت رب الكون ميزنا بميزه، محمد صلاح اهداف وعزيزه. ايوه. ما المانع يعني؟ ايوه بالظبط. احنا عندنا تراث جميل وعندنا لغه عربيه فخمه ودسمه. أيوة. وغنيه، فكل ما بنلاقي حاجه ينفع انها تكون تخيطه لمجتمع بيتفرج على ماتش كوره من الناحيه الوطنيه او من ناحيه الاستمتاع، وانت عارف اللي بيتفرج على ماتش الكوره ما بيكونش واحد قاعد لابس كرافطه يعني، ولا قاعد داخل بالبيله ولا بالرسم، الكوره بتاعت الكل. صحيح. اللي بيتفرج واحد مثقف، واحد جاهل، لا مره حلوه جدا، واحد عاشق، واحد فاهم، واحد مش فاهم، زوجه قاعده مع زوجها، فتحاول ان انت تعدي على كل دول بما يتناسب مع طباع المجتمع بتاعنا من انتقاء الفاظ ما تجرحش زوجه ولا اخته وهي قاعده. الله يفتح عليك. ولا تجرح مشاعر مشجع. الله. ولا تضايق او تنرفز فريق او جمهور متعصب لفريق على حساب فريق اخر. في نفس الوقت وطننا وبلدنا العظيمه والجميله مصر حق ليها علينا ان كل ما نفكر ونذكر العالم كله بقيمتها ان احنا نذكر الناس. الموضوع ده لا يقلل من حد ولا يجرح حد، بالعكس ده يعلي من قيمتك وقدرك يا كابتن، لانك انت في خلال هذه المباراه بسيت اكتر من رساله جميله على مدار 90 دقيقه، من حيث الاعتزاز بالوطن، من حيث ان احنا نفتخر ببعض الامور، رفع الروح الرياضيه، على عكس كابتن رؤوف خليف في اليامه الثانيه كان يعني ما كانش الاداء اللي هو، من حيث تقدير بعض النجوم والرموز اللي موجودين، من حيث ان احنا نصبر على المنتخب، من حيث ان اجيري بدا يحط ايده على التشكيله الاساسيه، بنعمل يعني بصراحه كانت رسائل رائعه في هذه المباراه يا كابتن احمد. طب اسمح لي اقف عند نقطه الاخ الزميل العزيز رؤوف خليف، لان ما ينفعش تحتيجي سيرته بشيء في حاجه سلبيه وانا اصمت او اسكت او اعمل مش واخد بالي. والله ده رايي الشخصي وراي الشارع المصري. انا عارف انه لم يكن موفقا في مباراه الترجي ولا في مباراه مصر وتونس، وبث رسائل غير رياضيه، يعني التعبير اللي هقوله يعني ليس له علاقه بروح رياضيه. بلاش دي وجهات نظر، وهو راجل بيعلق مباراه لمنتخب بلاده، هو شايف من وجهه نظره ان ده حق بلدي عليه، حق لاعيبته عليه، فهو بيبعتها بطريقته الخاصه دون التجريح الخاص ورا جمهور مصر ورا شعب مصر. رؤوف معلق كبير انت عارف، ودي رصيد عندنا كلنا وصديق وجميل عزيز، فسامحني يعني في الحته دي. لا يا كابتن انا بقيت ربنا يخليك يا رب. اما موضوع الرسائل ومش رسائلي، هو التعليق اصلا يعني مهنه عظيمه ومهنه مهمه جدا، قد تكون اهم المهن على مستوى العالم من حيث متابعه الناس او الجماهير. صحيح. لانها بتخص لعبه هي الاكثر شعبيه في العالم. ده مش معناه ان المعلق اهم من غيره، بالعكس الطبيب وعظمته، العالم وقيمته، لكن بالنسبه للرياضه كره القدم واللعبه، فالمعلق المفروض هو بيكون يعني وسيله ايصال رسائل. ايوه. فنيه، بدنيه، وطنيه، وده بيبقى حسب نوعية المباراة اللي بيعلق عليها المعلق. يعني في مباراة تاخد الجانب السياسي احيانا في التعليق باحترام بتقدير لظروف تصعيد الامور، دون تصعيد الامور ما بين دول ودول، شعب وشعب. أيوة. شفت قبل كده مجرد كلمتين في قناة كانوا هيولعوا الدنيا بيننا وبين الجزائر. أيوة. الجزائر شعب عظيم وبلد عظيم وجمهور عظيم. طبعا. بكلمتين كنا هنعمل مشاكل بيننا وبينهم. تونس ماتش الترجي كنا على وشك ان احنا نروح لمنطقة ربنا يا رب ما يوجدنا ولا يوجد حد فيها ابدا. تونس بلد جميل عظيم. طبعا. شعب عظيم، وكل بيتهم لعبتهم بنشيلهم على راسنا في كل مكان. طبعا. كابتن احمد، كيف رايت خروج النادي الاهلي
من بطولتين او خسارة بطولتين مهمتين افريقيا والعرب خلال ايام قليل. بص يا استاذ المعطي، اصعب حاجة انك تتكلم عن حد يمر بمحنة او مشكلة او موقف مش مناسب لقيمته او تاريخه او مرحلته. أي. يعني واحد شاطر قوي فجأة تلاقيه سقط في سنة في مادة مثلا، في مادة ما، او حد غني قوي 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 فجأة مثلا الفلوس اللي جابها كلها اصبحت مش معاه، هو هيجيبها تاني بس في المشوار ده مش معاه. فما ينفعش ان انت تحكم على الموقف الصغير ده بانه موقف عام يخص تاريخ هذا المكان. لان الحقيقة انا شايف ان السوشيال ميديا احنا استغلناها غلط وهي جات لنا في وقت غلط. السوشيال ميديا الحقيقة بينت جوانب مظلمة في حياتنا وبينت جوانب سلبية في حياتنا. صحيح. وإحنا ما كناش مهيئين ولا مؤهلين، أنا بكلم كشعب عربي بس ما. لتطور تكنولوجي بهذا الشكل. للأسف السوشيال ميديا أظهرت ما بداخلنا من مشاكل أو بعض السلبيات، حتى بمسألة الثقافة، حتى الكتابة اللي بيكتب الأخطاء الإملائية اللي موجودة في الكتابات في البوستات في الردود، الأخطاء الإملائية تبين لك قد إيه إحنا شعب عندنا مشاكل. ما بالك إحنا أخطائنا الإملائية في لغتنا الوحيدة، العالم كله عنده أكتر من لغة، إحنا ما عندناش غير اللغة العربية فقط باستثناء 2% بس عارفين اللغة الإنجليزية و1% عارفين فرنسية، وإذا حد متخصص عنده شوية إيطالي ولا إسباني. تخيل لغتنا الوحيدة الوحيدة اللي عندنا بنكتبها غلط وبنتكلم فيها غلط وبننطقها غلط. فالسوشيال ميديا عملت مشاكل كتير، والسوشيال ميديا هي اللي وصلت النادي الاهلي لمرحله صعبه. لان اصبح المسؤول في النادي الاهلي عامل حساب السوشيال ميديا وعامل حساب الجمهور. كان زمان الكل عامل حساب الجمهور، لكن ما كانش صوت الجمهور ولا رايه بيوصل لك في ثانيه وانت في الملعب او في ثانيه وانت في اجتماع مجلس ادارتك. دلوقتي وانت في اجتماع مجلس اداره كل اللي انت بتعمله جوه ممكن تلاقيه في التليفون نازل في مواقع. من امتى الكلام ده بيحصل؟ فالسوشيال ميديا ودت النادي الاهلي لمرحله ما كان يجب ان هو يوصل لها. ليه؟ النادي الاهلي، وانا كلامي على النادي الاهلي بيبقى حساس شويه والناس بتفهمني احيانا غلط، ما كانش على طول يعني. لا لا لا، بس مؤخرا الناس متعاطفه معاك وعارفه انك انت بتتكلم من قلبك، تحديدا منذ انتخابات النادي الاهلي ودعمك للكابتن محمود الخطيب. يعني يعلم الله الواحد بيتعامل باحترام وتقدير لهذا الكيان ولهذا الجمهور، حتى لو البعض منه احيانا بيخرج عن الاطار بوجهه نظر او تعليق او تعقيب، لكن قيمه النادي الاهلي مستحيل المساس بتاريخه وقيمته وهيبته في كل مكان. ده موضوع منتهي يا استاذ. ايوه ابو المعطي، خدت بال حضرتك؟ السوشيال ميديا خلت النادي الاهلي يتغاضى عن حاجات ما كان يتغاضى عنها. زي ايه يا كابتن؟ انا شايف زي ايه؟ اخش على طول؟ لا اخش على طول يا كابتن. خبط. هات جون يا كابتن. خليني اقول لك ان من الاسباب ان النادي الاهلي فنيا تراجع، انت وانا وكلنا عارفين كده، هو مشكله عبد الله السعيد، صح؟ برافو عليك. النادي الاهلي تعامل مع ملف عبد الله السعيد بعاطفية كبيرة جدا بعيدا عن اي احترافية. النادي الاهلي تعامل بموقف ما كان يجب ان يتعامل به نادي بعظمة وقيمة حجم النادي الاهلي. النادي الاهلي قرر انه يجمد عبدالله السعيد كنوع من الانتقام من عبدالله السعيد، والاهلي لم يدري انه ينتقد من نفسه مش من عبدالله السعيد. لا تاني الجملة القوية دي يا كابتن، هو اكثر الرابحين. الاهلي اعتقد انه ينتقم من عبد الله السعيد فيما هو ينتقم من الاهلي، ولكنه انتقم من نفسه قبل ان ينتقم من عبد الله السعيد. عبد الله السعيد حي يرزق، عبد الله السعيد اصبح مع الملايين، عبد الله السعيد مرتاح من الضغوط، عبد الله السعيد عمل اسم وتاريخ لنفسه وللنادي الاهلي وفي كاس العالم، عبد الله السعيد زي الفل. الاهلي هو اللي اصبح بيعاني من بعض مشكله عبد الله السعيد، حتى لو البعض قرر ان يقول ان لا مش عبد الله السعيد ولا الاهلي اللي يقف على حد. يا سيد الفاضل، فرنسا وقفت على زيدان. ايوه، فرنسا ابطال كاس العالم 98 خرجوا من الدور الاول 2002 لان زيدان كان مصاب، ما لحقش لاخر ماتش، ما لحقوش يعملوا حاجه وما جابوش ولا جون وروحوا. ايوه، الكوره فيها كده. الاهلي من غير الخطيب كان الاهلي حاجه عظيمه. ريال مدريد من غير رونالدو
من غير الخطيب لما مشي من النادي الاهلي الناس قال لك الخطيب الاهلي فضل هو هو، لا انت جالك حسام حسن. لما مشي حسام حسن قال لك هو هو، لا لما مشي حسام حسن الزمالك خد الدوري كذا سنه والاهلي ده ثلاث سنين والاسماعيلي سنه ابطال افريقيا مع حسام حسن. ولما جاء ابو تريكه وخالد ديبو وبركات اصبح الاهلي اهلي، ولما مشي ابو تريكه لم يعد الاهلي هو الاهلي. يبقى في حاجه اسمها بنقولها الاهلي بمن حضر، الزمالك بمن حضر، مش عارف مين بمن حضر. يا سيد هزيمة كرة خاطئة، في حاجة اسمها كرة، في حاجة اسمها واحد ربنا مديله موهبة غير غيره. هم اللي بنقول بيليه وليه بنقول مارادونا وليه بنقول ميسي زيهم زي غيرهم مثلا. فالنادي الاهلي كان قاسي على نفسه يا صدق البعض. ايه الخطأ في هذا الملف يا كابتن؟ هل هو من ساعة المفاوضات وده للأسف هذا الخطأ تكرر ايضا مع مؤمن زكريا حطيه دلوقتي؟ سلام عليك، انا جاي، انا جاي لمؤمن زكريا ايوه، وجاي لنصر ماهر ايوه، واحمد حمدي. الاهلي النادي الاهلي النادي الكبير العظيم بيتعامل معاملة الهواة، بيتعامل مع مشكلاته معاملة الهواة، معاملة عواطف. ولد صغير زي ناصر ماهر راح لعب مباراة في دورة خماسية ولا في ماتش خماسي ولا معزوم عند حد، زي ما كل نجوم مصر كانوا بيروحوا يتعزموا في كل مكان. اوكي، ولد صغير عاقبه يتعاقب ماليا خلاص، عاقبه ماتش او ماتشين لكن مش دائما. تحرم نفسك منه مؤمن زكريا، الله عليك يا كابتن في العباره دي، تحرم نفسك منه. طبعا انت بتعاقب نفسك مش بتعاقبه. امال الاحتراف ايه الفرق بين الاحتراف وعدم الاحتراف؟ هو الكلام دول. خصوصا ان الولد انت ما مسكتوش في شقه مشبوهه، لا طبعا، ولا سمعته بيعمل، ولا سمعته بيعمل مكالمه جنسيه ولا مكالمه خارجه مع اي حد، كنت ساعتها تدخله السجن وتحبسه لو عمل كده. وان كان في غيره عمل كده ومحدش عمل لهم حاجه، مفيش مشاكل. المهم انا شايف ان التعامل مع حاجه كلمت على عبد الله السعيد وسوء التعامل مع ناصر ماهر، وانا لفت نظرك الى مؤمن زكريا. مؤمن زكريا كنت جايبه ورا عبد الله السعيد، كنت جايبه ورا. معلش انا صوتي تعبني شويه، لسه مخلص ماتش حالا، فمعذره لو صوتي تعبني شويه. بعتذر. فيا استاذ ابو المعاطي، كل دي حاجات كان لازم اداره النادي الاهلي الفنيه، اقول اداره الاهلي الفنيه مش اداره الاهلي اللي هي مجلس اداره، الاداره الفنيه تتعامل مع الموقف ده بشكل افضل، خصوصا الاداره الفنيه بتوع كوره لعبوا كوره، ما بالك ديبو نفسه هو الكوره كلها. يعني ديبو داخل النادي الاهلي عشان هو ديبو اللعيب، مش عشان هو ديبو التاجر ولا ديبو الدكتور ولا ديبو المهندس ولا ديبو المحامي. لما الكوره اللي هي انت يا ديبو داخل عشان الكوره لقيت فيها المشاكل دي، لا يبقى في حاجات غلط. كابتن الخطيب رجل عظيم، لاعب عظيم، ولكن كابتن الخطيب شخصيته وطبيعتها شخصيه غير صداميه يا استاذ ابو المعاطي. واللي بيقعد على منصب الكرسي او القياده لازم يتعرض لصدام ولازم يواجه. في فرق ان الكل يحبك وانت تحب الكل، لكن في وقت عمر ما هتكون على الكل. لا، القرار لازم يرضي ناس ويرضي ناس. يمكن كنت انت مشكورا، عملنا لقاء مع بعض، ده ليا الشرف. الكابتن الخطيب، ايوه، قبل ما الكابتن الخطيب يبقى رئيس للنادي الاهلي بحوالي 8 شهور. أيوة. قلت لك ديبو ده العظمه، ديبو ده كل حاجه حلوه في الدنيا، بس بلاش يبقى رئيس. قلت لي ليه؟ قلت لك عشان الموقف الصدامي. الفيديو عندك اعتقد ممكن موجود، الفيديو كان الكلام على الخطيب وحازم امام تحديدا. طيب موجود، ممكن تعرضه لو دلوقتي. طب نشوف الفيديو يا استاذ احمد. استاذ احمد نشوف الفيديو ونرجع لحضرتك. اتفضل يا غالي. اتفضل يا استاذ حسين. محمد الطيب، في ما يخص الكابتن محمود الخطيب والكابتن حازم امام، ان هم وفقا لطبائعهم الشخصيه لا، هم اكبر من ان هم يبقوا رؤساء انديه. هم طيب كابتن احمد الطيب، ايه راي حضرتك؟ شفت الفيديو كابتن احمد؟ ايوه اتفضل. صوتك بعيد بس شويه، قرب. شفت الفيديو؟ انا فاكره بكل تفاصيله. ايوه طيب. انت شايف ان الكلام مش منطقي من قبل الانتخابات بسنه او 7-8 شهور؟ والله يا كابتن انا اتعاملت في ملف الانتخابات بعاطفه. انا اتعاملت مع دعم الكابتن محمود الخطيب وتمني ان يكون رئيسا للنادي الاهلي بعاطفه وليس بعقلانيه زي بعض الاصدقاء. وانا قلت حاجه ساعتها. انت قلت بيبو واحد بس. الاهلي كان ماسكه
يا سلام عليك. النادي الاهلي كان ماسكه رجل محترم منصور محمود طاهر، قلت محمود طاهر في مني كتير، الخطيب بيبو واحد بس، عندناش غير، قلت يا سلام عليك، قلت عندناش غير بيبو واحد بس، لكن عندنا محمود طاهر كتير، خلينا نشوف الواحد بس وبعد كده الكتير موجودين. ايوه ايوه، خلي بالك اللي انا بعمل اقوله واللي حضرتك بتقوله واللي الناس كلها بترمي فيه، ده مش معناه ان في فشل بمعنى كلمه فشل، لكن في مساله اخفاق في محطه او منطقه معينه صحيح سهل جدا تداركها. نقطه برضه للتفاؤل، مش عايزين الموضوع يبقى سوداوي قوي. ايوه، ولا نفضل نتكلم في سلبيات 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 سلبيات، ليه؟ لان النادي الاهلي نادي ليه اساس، نادي ليه قيمه، ليه مكانه، فسهل جدا باسمك وتاريخك ومكانتك وحكمة إدارة المرحلة اللي جاية النادي الأهلي. هو برضه خلينا برضه نتكلم في نقطة برضه مهمة يا أستاذ المعافي، اتفضل يا أستاذ. الأهلي الأهلي كان بدلك في حتة برضه لازم نحكي فيها، الإصابات لما يتعور عندك أزايل أيوه ومعلول وأحمد فتحي أيوه، الثلاثة دول الثلاثة دول الثلاثة دول تحديدا فرقة، دول اللي بيعملوا لك فرشة فرشة أداء النادي الأهلي. بعد عبد الله السعيد كان عندك مشكله في عمليه تجميع اداء الفريق. انا بتكلم عن منظومه جماعيه طبعا. وليد سليمان لعيب كويس كويس واكثر حد نادى انه يروح المنتخب انا. لكن وليد سليمان بتاع حته بتاع قطعه بتاع جزء يكسبك الماتش في ربع ساعه في ثلث ساعه، لكن عبد الله السعيد بتاع منظومه عمل منظومه اداء مجموعه. خلي بالك النادي الاهلي اضر المنتخب ماتش أيوة. اضرش بنفسه. النادي الاهلي لما جمد عبد الله السعيد وده فنلندا يلعب في دوري الثلاث تعريفه، عبد الله السعيد فقد كثير من لياقته وقيمته، ولما لعب مع منتخب مصر في كاس العالم في اسوء حالاته كان بيتبدل. النادي الاهلي يتحمل مسؤوليه هذا الاخفاق. الموضوع ما بطلش الاهلي بس، بطل مصر كل مصر في الوقت ده. ما هي نصيحتك لكابتن محمود الخطيب لتصحيح مسار كره القدم؟ يا استاذ المعاط السؤال صعب. ليه؟ مش صعب مش صعب يا كابتن، صعب انه يتسال. ليه صعب؟ محمود الخطيب وقيمة النادي الاهلي، لا يعني لما تجيب يعني حد مثلا اسمه احمد الطيب تقول له ايه نصايحك للكابتن الخطيب؟ مش عيب يا كابتن، مش عيب. لا 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 الاهلي اكبر من ان احنا ندي نصايح، لكن ممكن نقول وجهات نظر في حاجات احنا فيها من بره بعيد صغيره، لكن كلمه نصايح للنادي الاهلي، لا ده عايز وزاره هو اللي يدي نصايح للنادي الاهلي، مش معلق ولا مذيع ولا صحفي ولا الاهلي اكبر من ان في لحظه يقول له احنا. انا شايف ان اي اعلامي من حقه يقول رايه فيما يدور في الازمه ويقول وسائل العلاج ايه. ما في مشاكل السوشيال ميديا، اي حد يقول اي حاجه. خلتنا كلنا اعلاميين واي حد في بيته اعلامي. أيوة. كنا زمان بنقول صحافه تحت بير السلم، دلوقتي بالتليفون وانت أيوة. وانت في اي مكان في الدنيا بتعمل كل حاجه. أيوة. المهم النادي الاهلي عنده رصيد يقدر يشتغل عليه. النادي الاهلي يعيد ترتيب بيته، النادي الاهلي ما يفرطش في حد لو هو من زكريا. النادي الاهلي لو قدر ان ناصر ماهر يكون في اسرع وقت موجود، دي عناصر مش وحشه مش وحشه. ده عناصر حلوه قوي. طبعا السوق ما فيهوش العناصر دي اصلا. انا سمعت من شويه كابتن ابراهيم سعيد. كابتن ابراهيم سعيد على فكره ابراهيم سعيد كان واحد من اعظم اللاعبين مش المدافعين في تاريخ مصر. عنده كوكتيل وعنده امكانيات كبيره جدا جدا بعيدا بقى عن الشعر الاحمر وشويه الروشانه اللي كانت، لكن انا مش معاه في موضوع كوليبالي. كوليبالي لعيب كويس لكن مش سوبر، لكن مش هو القضيه الكبيره. مش هو القضية الكبيرة للنادي الأهلي، عنده مشاكل كتير. أنا شايف إن سعد سمير هو القضية الكبيرة في النادي الأهلي. سعد سمير عنده مشاكل حركية. جري سعد سمير فيها تعطيل في الحاجات اللي فيها برضه الرشاقة والدورانات. سعد سمير ما بيجري ركبه بتطلع عند نص جسمه تاخد وقت على ما تنزل تحت. دي حاجات خاصة بالشورت سبريد. لما بيكون قدامك ولد رشيق أو باص قصير من ورا، الحاجات اللي زي دي كلها. سعد سمير لعيب كويس لكن مش بتاع النادي الاهلي. سعد سمير احنا خليناه راموس. حسين السيد احنا خليناه مارسيلو. ليه خليناهم كده؟ عشان بيغيظ الزمالك والزملكاويه. وبعد كده نقول الاهلي ما فيهوش ولا لعيب، الاهلي اللعيبه اللي فيه ما يشتروش التيشيرت. مش معنى في لحظه. تخيل ان هدف واحد فقط امام الوصل الاماراتي او غلطه الشناوي اللي طلع بره وقف كانه حكم خامس بره ولا طلع المدرج وجاب جون التعادل بتاع الوصل.
فالزمالك النادي الاهلي بيتكلم في بطوله عربيه والدنيا طبيعيه عاديه، ورجع عضلوه ورجع معلول واحمد فتحي بقى زي الفل وانضم اثنين في المرحله اللي جايه والدنيا حلوه. لا تغير ان ما بقاش في هويه في الاهلي ولا شكل، ده كان قرار من الاداره ان في تغيير، في تغيير. وكنا قلنا الكلام ده من اسبوع يا كابتن احمد في مساله بعد الخروج من امام الترجي، يعني ما فيش رضا عن فرقه الكوره، لكن كان هيبقى التغيير بهدوء شويه وبدون غضب جماهير. لما كنا بنتكلم عن بعض السلبيات احيانا كانوا بيهاجمونا بنقول ان احنا بنهدم، ان احنا كارهين، ان احنا حاقدين، ان احنا وحشين، واحنا بنتكلم عن مكان نادي الاهلي يا استاذ المعاطي. نادي الاهلي بيرفع راس اي حد مصري في اي مكان. انا بحب الزمالك، طبعا بحب الزمالك. انا اسماعيلاوي، اسماعيلاوي حتى النخاع، سواء في بلدي ومدينتي. احب النادي الاهلي؟ عمري ما كرهته. لكن بحب الزمالك اكتر. لكن لما الاهلي بيكسب احنا كلها دماغنا تبقى فوق. النادي الاهلي الفتره الاخيره هو وجهه مصر في كل مكان. لازم نكون مقتنعين بيه. ولازم الاهلاوي يقتنع بيه. ايوه. مش كل واحد يتقال عليه زملكاوي او بيحب الزمالك قال كلمتين يبقى ده ضدك يا اخي او مش معاك يا اخي. صحيح. ناس بتشتم بالام والاب والجد والعرض. ايه قله الادب دي اللي اصبحت منتشره؟ لازم واقفه. النادي الاهلي يقدر يرجع بسرعه. ويقدر يكون في مكانته الكبيره كزعيم للكره المصريه والافريقيه والعربيه. قيمه النادي الاهلي مش مباراه ولا بطوله، النادي الاهلي وصل بطوله افريقيا نهائي مرتين وده شويه. ده موضوع كبير. لكن لان في اشتياق من سنه 2013 للبطوله 2012 والسوشيال ميديا والثاني التاسعه يا اهلي والثاني افريقيا سان داون والثاني الترجي الاشقاء، شوف تخلف ايه؟ شوف صحيح مش كده ولا ايه؟ صحيح. كان زمان في تيلكس الا ولا ساعة الاستاذ محمود معروف لما يتكتب بس كلمتين ما لهمش لازمه، يا جماعه ازاي ومش دلوقتي. طب قابل ده، قابل يا سيدي، الدنيا كلها بتعمل اللي هي عايزاه. الاعلام مهم جدا، خصوصا اعلام قناه النادي الاهلي. اعلام قناه النادي الاهلي اللي مش عارفك فيها يا كابتن. طبعا. قناه النادي الاهلي اتطورت كويس قوي عن فترات سابقه. واصبح فيها مجموعه شباب ومجموعه محللين ومقدمين استوديوهات محترمين قوي. ونجوم النادي الاهلي بيحللوا كويس قوي. ولكن المهندس عادل القيعي واحد من الشخصيات اللي ليها تاريخ كبير سواء في مصر او في النادي الاهلي. المهندس عادل القيعي. انا شايف ان هو انا شايف هو استاذ ابراهيم الفيزي يعني بيبقوا داخلين شايلين معاهم كده رشاشات. ليه بس؟ شايلين رشاشات. ايوه. هدفهم الرئيسي ان محدش ينتقد النادي الاهلي باي سلبيه، حتى لو كانت هذه سلبيه حقيقه، حتى لو كانت كده. وده مش في صالح النادي الاهلي ومش في صالح جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي فجاه صحيت لقت نفسها في كابوس بسبب الامور اللي زي دي. هل في اهلاوي كان يتخيل او يتوقع او ينتظر ان الاهلي ما ياخدش بطوله افريقيا ويخرج من البطوله العربيه من الوصل اللي كتير منهم زغرته اول ما القرعه وقعت النادي الاهلي مع الوصل؟ طبعا. ليه؟ لان انت لازم تهيئ اللعيب اللي عندك وهو نازل الملعب للمكسب والخساره. لو لعيب عندك وانت مدرب واللعيب نازل وانت بتقنعه بالمكسب بس، ما ينفعش. ايوه، بس انت دلوقتي وجهت انتقاد للمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنياسي، قلت ماسكين رشاشات لكل من ينتقد. ده اتكرر مع حضرتك او حاجه؟ لا بالعكس، مع الاخرين يعني. على فكره انا ما بتكلمش عن حاجات شخصيه، انا والله العظيم انا بتكلم بشكل عام. ده مش صالح النادي الاهلي. لا المهندس عادل القيعي نفسه كده الراجل ده دماغه كبيره وجميله وله تاريخ حلو، ولكن هو اهلاوي قوي وده صح. لكن ولما الحب ما قتل يعني الامور مبالغ فيها شويه، مش في صالح النادي الاهلي. في فرق انك تحمي النادي الاهلي، يعني تخيل السوشيال ميديا الاهلي للشعب يحميه، الاهلي ايوه للشعب يا عم، احنا داخلين حرب. بالظبط. مين يحمي مين قدام مين؟ هي فكره اللجان الالكترونيه يا كابتن فهمي، البعض يعني يرى انها ممكن ترهب اي حد صاحب راي، بينما اي حد صاحب راي لا يهتم بمثل برد فعل الاخر. تماما. بص تماما. ايوه. خصوصا ان انت بتكون حاسس الاراء دي من مين؟ ليه؟ عشان ايه؟ ايوه. الاهلي للشعب يحميه؟ لا، الاهلي ليه جمهور محترم يشجعه ويدعمه. عنده رصيد كبير من التاريخ. أيوة. اوعى تفتكر اللي بيحصل ده
هو دي واجهة النادي الاهلي، بس هي داخله في النص هي اللي بتسيء رمز وقيمه النادي الاهلي وجمهوره الكبير في كل مكان. انا شايف كده وجهه نظري يعني. شكرا ان شاء الله فارق وقت، فارق وقت ان شاء الله المجلس الاداري يقدر يتدارك الموقف. و الموضوع كابتن زيزو مش كابتن زيزو مش كده؟ وكابتن علاء صادق محمد فضل مسؤول على حاجه قد تكون الاهم لاي نادي. محمد فضل لسه بالقلم الرصاص، شخصيه جميله مثقفه فاهم كوره، كان لعيب كويس لعب للنادي الاهلي والاسماعيلي والمصري، لكن ما ينطش من منصب ده في يوم وليله، هو لسه صغير. برافو عليه، يتعلم يتدرب. النادي الاهلي ده سيد عبد الحفيظ لما بدا مدير اكاديميه في المنصوره للنادي الاهلي. ايوه. وبعد كده تدرج عشان يكون دلوقتي في مقعد يليق بيه. محمد فضل فجأة في يوم وليلة يصبح هو المسؤول عن التعاقدات وعمارة ايه؟ الدنيا عمارة. حسام غالي قيمة كبيرة وجميلة لكن يا جماعة مش في يوم وليلة، ما احنا شفنا وائل جمعة لما حصل صداقة بمنظمة الكورة. شفنا ان الموقف ما كانش في صالح وائل جمعة ولا في صالح النادي الاهلي. رغم ان وائل يصلح لمنصب زي ده واكثر، لكن واحدة 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 الامور ما بتجيش كده. شكرا لحضرتك جدا كابتن احمد الطيب.